تقول: أنا فتاة قد من الله علي بالهداية منذ سنوات، وأخذت ألتزم بالنوافل وصيام التطوع، ولكن والدتي لا ترضى أن أصوم كل اثنين وخميس، وتغضب مني إن فعلت ذلك، وتقول لي إني مريضة والصيام يسبب لي التعب. ولقد سمعت أن المتزوجة لا يجوز لها أن تصوم التطوع إلا بإذن زوجها، فهل يجب علي أنا أيضا أخذ الإذن من والدي عندما أصوم؟ وإذا صمت بدون رضائهما هل علي إثم؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان الصيام يخل ببر والديك والقيام بخدمتهما فلا شك أن ترك الصيام والقيام بخدمة الوالدين وبر الوالدين أنه ألزم. أما إذا كان الصيام لا يؤثر على برك بوالديك والقيام بحاجتهما فلا مانع أن تصومي، ولكن عليك بتطيب خواطرهما وبيان أنك تريدين الأجر وأن هذا لا يؤثر عليك ولا يضر بصحتك، لأنهما قد يتوهمان أن هذا فيه ضرر عليك، فبيني لهما أنه لا ضرر عليك في ذلك وأنك قوية ولا يؤثر عليك الصيام وتريدين الأجر والثواب. نعم.